السلام عليكم، معكم وليد. في الفيديو تاع اليوم يا خوتي حنولوا سلسله شويه قديمه، السلسله كنا نجيبوا فيها تليفونات قدم وندير لهم مراجعه ونقارنوا المواصفات تاعهم ونشوفوا اسك مازالوا يستاهلوا في الشراء في السنه اللي رانا فيها. وفي الفيديو تاع اليوم يا خوتي جبنا هاتف محبوب بزاف عند الشعب الجزائري وفي العالم ككل، يعني هاتف محبوب بزاف سورتو في الفئه الاقتصاديه، والهاتف هذا هو الهاتف الاكثر مبيعا، واقع الدوزيام ولا التروازيام عند الشركه تاعو، يعني هاتف منتشر بزاف في العالم. والهاتف هذا هو الريدمي النوت 8. في الفيديو تاع اليوم يا خوتي رحنا نستعرض المواصفات تاع هذا الهاتف ونشوفوا اسك مازالوا يستاهل الشراء في السنة اللي رانا فيها حاليا، نقارنوه بالهواتف اللي راهم في الفئة السعرية تاعو. وفي النهاية تاع الفيديو حنمد لكم الرأي الشخصي تاعي على هذا الهاتف، اسك مازالوا يستاهل الشراء ولا لا لا. ولا هذا بلا ما نطول عليكم، ما تنسوناش الجام والابوني وتبارطاجي هذا الفيديو لكاع صحابك باش يستفادوا. بلا ما نطول عليكم نبداو في الفيديو ديالنا. نبداو بالسعر تاع هذا التليفون. السعر تاع هذا التليفون خوتي حاليا في السوق الجزائريه في المستعمل خاطش ما كانش جديد يتراوح ما بين 20000 دينار جزائري و 26000 دينار جزائري على حساب الحاله تاعو، واش معاه باطا شارجور كذا منا من هنا يتقيم السعر تاعو. مي بصح ما يديباسي 26 28 الف دينار جزائري ماكسيموم كيكون جديد بزاف، يعني جديد ليطا تاعو طوب. هذا هو السعر تاعو، ما يديباسي 27 28 الف دينار جزائري ماكسيموم. ندوزو للتصميم تاع هذا الهاتف. التصميم تاع هذا الهاتف تقدر تقول عليه من افضل التصاميم في الفئه السعريه تاعو، وتقدر التصميم هذا تقارنوه بتصميم تاع هواتف حاليا يخرجوا ب 5 ملايين اللي يجوا بظهر بلاستيكي. اما هذا الهاتف اللي خارج في 2019 وما عاد عاودوا يحدثوه في 2021 جاي بالظهر الزجاجي وفي الفئه الاقتصاديه. وعلى هذا التصميم تاع هذا الهاتف افضل تصميم تقدر تقول عليه حتى الفئه تاع 5 ملايين، يبقى افضل تصميم في الفئه السعريه تاعو او من بين افضل التصاميم. بالنسبه للشاشه تاع هذا الهاتف، الشاشه تاع هذا الهاتف يا خوتي تقدر تكون احد افضل الشاشات في الفئه السعريه تاعو اللي هي جوايز 2.5، خاطش جايه بشاشه 6.6 انش دقه الفول اتش دي مع تردد 60 هرتز. الهواتف اللي كاين في الفئه السعريه تاعو اللي يخرجوا في السنه الحاليه يخرجوا بشاشه اي بي اس ال سي دي وبدقه 720، ولا هذا الشاشه تاع هذا الهاتف مازال تتنافس بزاف في الفئه السعريه تاعو وتقدر تكون من افضل الشاشات اللي تقدر تلقاهم تحت الثلث ملايين. بالنسبه للعتاد والاداء تاع هذا الهاتف، هذا الهاتف خوتي ما مطور والو على 2019 من غير البروسيسور اللي بدلوه وداروا الهيليو جي 85. بكل صراحه خوتي الاداء تاعو اللي مدوا في الفئه السعريه اللي قلت لكم عليها 2.5 ملايين افضل اداء ولا من افضل الاداء اللي تقدر تلقاهم في هذه الفئه السعريه، يعني يمد لك اداء مليح في التصفح في اي عفسه راك تخمم فيها حتى في الالعاب، ويقدم اداء مليح بزاف يعني على اغلب الالعاب الثقيله اللي كاين حاليا، يعني سواء كانت فيفا سواء كانت بوبجي فري فاير كاع يقدم لك فيهم اداء مليح. وبالنسبه للاداء العادي ثاني الاداء تاعو ممتاز في الفئه السعريه تاعو. ندوزو لكاميرات هذا الهاتف. الكاميرات تاع هذا الهاتف يا خوتي ثاني هما نقاط قوه في هذا الهاتف خصوصا في الفئه السعريه تاعو، كي نتكلموا ونقارنوه مع هواتف كيما هو في السعر هذا. الهاتف الوحيد اللي تقدر تقول عليه يجيب اربع كاميرات خلفيه، يعني عندك جميع الكاميرات، عندك كاميرا اساسيه، كاميرا الترا وايد، كاميرا الدبث، وكاميرا ماكرو، وكاميرا 48 ميجا بكسل الكاميرا الاساسيه خوتي. ولا هذا الكاميرات اللي جا بهم هذا الهاتف مازال يقدموا اداء مليح ويعطوك نتائج مليح كي تصور، سواء من ناحيه الصور والفيديو. ونقدر ننصح به على جال الكاميرا تاعو في الفئه السعريه تاعو، اذا كنت حاب كاميرا مليحه مازال يقدم اداء مليح. كاين اللي يتفوقوا عليه شويه، بصح الاغلبيه خوتي في الفئه السعريه هذو يجيو 13 12 ميجا بكسل. والهاتف الوحيد اللي جبت 48 ميجا بكسل هو هذا الهاتف، وتقدر تقول عليه انه ينافس ويقدر يكون الافضل في الفئه السعريه تاعو. بالنسبه لبطاريه هذا الهاتف واللي نشوفها نقطه الضعف الوحيده اللي كاين فيه، خاطش الهواتف اللي كاين في الفئه السعريه تاعو يا خوتي جاي يجيب بطاريه 5000 ملي امبير ولا 6000 ملي امبير. للاسف هذا الهاتف يجيب بطاريه 4000 ملي امبير. في الاداء العادي يا خوتي صعيب باش تكمل لك النهار، هي تقدر تكمل لك النهار لو كان تكون استعمالك خفيف كذا من هنا، بصح اذا كنت تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي وبكثره صعيب انها تكمل لك النهار. اما اذا كنت تلعب
فامبوسيبل راح تكمل لك النهار، راح تطلع على الاقل انك تشحنها مره واحده، وهذا هو نقطه الضعف الوحيده اللي صراحه نشوفها في هذا الهاتف. دوكا وصلنا الله فانت الله فيديو تاع اليوم، راح نشارككم رايي الخاص على هذا الهاتف، اسك مازال يستاهل الشراء ولا لا. اخي المواطن، اذا كانت ما تجينيكش البطاريه يعني تقدر انك تشحنها لو مره واحده في النهار، يعني تشحنها في منتصف النهار ولا جويها الربعه تاع العشيه تلحق لازم تشارجيه، تشارجيه نورمال عادي نص ساعه ساعه تفريها، خصوصا انه البطاريه تاعو 4000 ملي امبير والشحن السريع 18 واط، تما ما راحش يطول بزاف، واحد الساعه ساعه ونص هكذاك تريقلي امورك من ناحيه البطاريه. فانا ننصحك بكثره بهذا الهاتف، خصوصا اذا كنت تحب الاداء، تحب الكاميرات، الشاشه تاعو ثاني مليحه، ننصح به اي واحد راه يخمم يشري هاتف ب 2 ملايين ونص ولا 2 ملايين و300 ولا 2 ملايين و800 على حسب يعني المبلغ اللي عندك والليطه اللي راح تديها. فانا ننصحك بهذا الهاتف. وهكذا نكون وصلنا الله فانت الله فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الله فيديو واستفدتوا منها. وعلى هذا بلا ما نطول عليكم يا خوتي، ما تنساوش تابونيو في الانستغرام تاعي، نخلي لكم الرابط تاعو تحت في الديسكريبشن، وتخلونا الافكار اللي راكم حابين نديهم في الفيديوهات الجايين لتحت في التعليقات، وتبارطاجيو هذا الفيديو باش تعم الفائده والناس كامل تشوف هذا الفيديو، يعني انا نستفاد وانتم تستفادوا. بلا ما نطول عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجايه والسلام.